كتير بنتعرض لتجارب وبنقع في أخطاء، وإحنا في قلب التجربة بنسأل يا ترى كل ده حصل ليه؟ لكن مهما تأخرت الإجابة، وحتى لو كنا مسؤولين عن النتائج اللي بنوصل لها، بيجي يوم وتبقى نقط ضعفنا سبب عشان يكون لينا دور في حياة غيرنا. أنا من البداية أصلاً من صغري متربي في كنيسة، من وأنا عندي 6 سنين شماس، على طول في الكنيسة في الأنشطة بتاعتها، كل إخواتي خدام ولاد وبنات، والدي كان من لجنة أعضاء الكنيسة، لغاية ما وصلت لسن الجامعة، بعد كده بقيت دخلت إعداد خدام، اتخرجت بقيت خادم، كنت بخدم فصل ابتدائي. وأنا عندي 24 سنة تحديداً كان حاصل معايا موقف غريب جداً، إن أنا لأن كنا من أسرة بسيطة شوية، قررت من البداية من ثانوي إن أنا أصرف على نفسي، أحب أعتمد على نفسي، أشتغل وأنا بكمل دراستي. وكنت بعمل كده، اشتغلت في ورشة في الصيغة، ورشة صغيرة كده، وكنت بقبض مرتب يعني مش بطال بالنسبة للسن بتاعي، يكفي مصاريفي، وكنت فرحان قوي بنفسي مع وجودي في الكنيسة، حاسس ان انا راضي عن نفسي شوية. دخلت الجامعة بعد كده وانا مكمل دراستي، تحديدا في سنة رابعة كان عندي مشروع تخرج المفروض يتقدم تاني يوم، واحنا عندنا نظام في الشغل في الصاغة ان احنا بنشتغلش يوم واحد بس، احنا بنطبق يومين او ثلاثة. وجيت فرض عليا، لان انا كنت ساعتها مدير قسم التصنيع، ان انا لازما ابقى موجود عشان في شغل كتير لازما يتسلم تاني يوم، وفي نفس الوقت مشروع التخرج هيتسلم الصبح. الغريبة انا عملت مشروع التخرج اصلا جوه المكان، جوه الشغل، كنت احب شغلي جدا، عندي استعداد اضحي باي حاجة عشان شغلي. بعد كده عرفت ان ده حاجة اسمها ادمان عمل. في اليوم دوت كان في خلاف بيني وبين صاحب الشغل، ان انا عايز امشي عشان الصبح انا رايح الجامعة هقدم مشروع التخرج، وفي نفس الوقت هو مش عايزني امشي عشان خاطر شغله لازم يخلص. كان في دكتور صيدلي موجود هو صديقه، لقيته في اليوم دوت طلع كده ربع، طلع برشامة كده وكسرها وراح جاي مقدمها لي، فأنا رفضت، أنا ما كنتش بدخن حتى ساعتها، فقال لي أكيد أنا مش هأذيك يعني أنا دكتور، والراجل صاحب المصنع دوت أو الورشة أنا كنت عارفه بقالي كتير، شغال معاه حوالي 8 سنين معتبرني ابنه، فكان بيحبني، فما جيت عالتها كده قلت أكيد هو مش هيأذيني أو هيضرني. خدتها، اداني سجارة بعدها وشربت كوباية قهوة، لقيت إن في باور غريب كده ابتدى ينتشر فيا. رحت تاني يوم الجامعة بعد ما خلصت الشغل، قدمت مشروع التخرج. الغريبة إن المشروع عجب الدكتورة جدا وانبسطت بيه، ولدرجة إن أنا طلعت أول الدفعة في مشروع التخرج ده بالذات. رجعت بعد كده أفكر هو إيه البتاعة دي؟ أنا طبعاً ما كانش لي علاقة بولا سجاير ولا تدخين ولا مخدرات، طول عمري نشأتي جوه الكنيسة، إخواتي كلهم متدينين، والدي ووالدتي الله يرحمهم متدينين، فما كانش لينا اختلاط بحد بيشرب حتى سجاير، او قليل قوي ونادرا حد في العيله يكون منحرف. ابتديت افكر بعدها هو ايه البتاع الغريبه ده، سالت وعرفت نوع البرشام دوت. ومع التعود بيحتاج الشخص لجرعات اكبر بكتير. شويه بشويه وصلت للدوز بتاعي ان انا بقيت اخد شريط يوميا بدون انقطاع، كل يوم شريط. جيت في آخر فترة قبل ما أخش أتعافى جات لي حالة صرع، إن أنا كان بيجي لي تشنجات كل فترة لما بأفور وقع ويجيبوني من أي حتة، أصحى ألاقي نفسي قاعد على قهوة والناس بتفوقني،
اصحى الاقي اخويا حد اتصل بيه الحق اخوك واقع في محطه المترو، واحده زميلتي بتتصل بيا بالصدفه وانت تعرفيه، طب ده احنا لنا واقع في الشارع في الحته الفلانيه، اختي امي تتصل بيها الحقي ده اخوكي وقع في الاوضه وانا مش عارف اتصرف، فتيجي جري شويه بشويه اقع قدام بيتنا، افوق الاقي الجيران حواليا وبيفوقوني. ابتدى الموضوع يبقى بايخ قوي. انا قبلها لان انا بطبيعتي اصلا هادي والنشأة بتاعتي اللي طالعه على مرجعيه دينيه وان انا متربي في كنيسه، فمفيش حد يعرف عني حاجه. كل الموضوع هم شافوني تعبت شويه لغايه ما جيت خلاص حسيت ان مفيش فايده وان الموضوع بقى بايخ قوي والاسئله كترت قوي، هو انت بيحصل لك كده ليه؟ فابتديت اقول لاخويا واعترف له ان انا باخد الحبوب المخدره ديت. حاول معايا مره واثنين وثلاثه ان هو يقنعني ان اللي انت بتعمله ده غلط. رحنا كذا مستشفى لدكتور مخ واعصاب ودكاتره نفسيين، لكن ما كانش فيه فايده ان انا استمر في التبطيل. كنت امتنع شويه ورغبه غريبه كده تخليني ارجع مشتاق للدماغ بتاعت اول مره انا ضربت فيها، عايز طول الوقت احافظ على الدماغ دي. ابتديت ايأس شويه، الفلوس اللي معايا تبدا تخلص، شغلي خسرته بعد 13 سنه في نفس المجال. ابتديت امشي لان انا اتكرر الموقف ده كذا مره جوه المصنع، فاحنا بنشتغل بادوات خطيره وفي انابيب اكسجين وفي نار وفي كذا حاجه ممكن ابهدل الدنيا في لقطه من اللقطات اللي بتحصل لي ديت. فابتديت امشي من الشغل، ابتديت انزل بعد كده الباور اللي عندي اوديه فين. اشتغلت سيلز في كذا شركه، كل شركه كنت اروحها كان خلال فتره قصيره قوي احقق نجاح كبير قوي، بس الاقي النجاح الكبير قوي دوت انهار مره واحده. الموضوع ابتدى بالنسبه لي خلاص، لا انا مش عارف انا مين، انا تايه، كل النجاحات اللي انا وصلت لها في حياتي كلها اتهدت تماما، مش لاقي اي حاجه جديده، حتى المخدر بتاعي ما بقاش يبسطني، خطوبتي فسختها، مفيش اي حاجه جديده في حياتي. فقررت انتحر. وصلت لطريقه لذيذه جدا ان انا هحط نفسي قدام شريط قطر وماشي. خرجت من البيت كانت الساعه 8 بالليل، وماشي ناحيه شريط القطر، اكني في مشهد في فيلم عربي. انا ماشي مش سامع حاجه غير صوت زماره القطر وانا رايح ناحيه شريط السكه الحديد، مش شايف اي حاجه قصادي، اكن عيني خلاص انا عميت، محطوط في طريق ماشي فيه، صوت القطر مالي وداني، خلاص انا ماشي متوجه لكده. فجاه لقيت في كنيسه العذراء في القصيرين موجوده قبل الناصيه بتاعه مزلقان القطر على طول. حاجه غريبه قالت لي خش. فعلا دخلت جوه قدام ايقونه العذراء. انا وقفت قد ايه انا مش فاكر، بس اللي انا متاكد منه ان وقفت كتير. المزار صغير كده ما بيكفيش غير حد واحد بس يقف. بعد ما خلصت لقيت فيه حوالي 3 4 واقفين ورايا مستنيين اخلص. وقفت قد ايه انا مش فاكر وقت معين، غير ان انا كنت ماسك شمعه في ايدي واقف بعيط قدام العذراء وبطلب منها انها تساعدني، خلاص انا تعبت مش قادر، مش شايف اي امل في حياتي، مش انا اللي واقف النهارده، مش دي تصرفاتي، مش ده اسلوبي، مش انا اللي اتربيت في كنيسه، مش انا اللي اهلي كده، في حاجه غلط. وطبعا اي تجربه بنمر بيها ممكن نقدر نفيد بيها ناس غيرنا. خلصت وخرجت من باب الكنيسه انا رايح بقرار انتحار. لقيت نفسي برجع على البيت
حسيت براحة غريبة. إيه سببها؟ أنا مش عارف، أنا مش واصل لأي حل لسه، ولا حاسس بأي حاجة، ولا شايف أي حاجة جديدة، غير إن أنا كنت رايح انتحر خلاص، رجعت عن القرار. روحت البيت تاني يوم لقيت في حد من الخدام في الكنيسة أنا معرفوش، من كنيسة غريبة يعني أنا معرفوش، جاي مع أخويا وبيقول لي احنا ممكن نروح نبطل على فكرة، تعال نجرب. أنا ما يعني سمعت الكلمتين دول ما أوحتش، روحت داخل محضر شنطتي على طول، لبستها يلا بينا يلا. رحت في مركز أعراض الانسحاب، ابتديت أعرف المفروض إيه الفترة الجاية دي هتمشي إزاي، هقعد قد إيه، طب إيه اللي ممكن يحصل، وابتديت فعلاً أقول أنا هجرب، أنا مش مقتنع بأي حاجة من الكلام اللي بيتقال لي، لأن أنا قبلها كنت بحاول أعمل كورس تنمية بشرية عشان قلت يمكن يساعدني أبطل. ففي معلومات كتير في دماغي شبه اللي بتتقال لي، وانا شايف ان هي ما جابتش معايا نتيجه في يوم من الايام، فايه الجديد اللي انتوا هتضيفوه لي؟ داخل في وسط مجتمع غريب، بشوف حاجات انا اول مره اشوفها، مش متخيل ان انا في يوم من الايام يتقال عليا ان انا داخل مصحه. طبعا كانت معلوماتي ساعتها كلها مغلوطه، معرفش يعني ايه بيت اعاده تاهيل، معرفش يعني ايه ان انا اشتغل برنامج 12 خطوة، معرفش يعني ايه لازم نعيد تأهيلك نفسي وسلوكي عشان خاطر المخدرات بوظت الكلام ده كله. فقلت يلا جرب، اكني بكمل الكورس اللي اخدته. وفعلا لغاية 28 يوم بالظبط انا جوه المكان العلاجي، انا مش مقتنع باي حاجة من اللي بتتقالي. بس طول ال 28 يوم دول انا بصلي لربنا، اقول له زي ما انت جبتني هنا عشان انا طلبت منك ان انا ابطل واتغير واوقف المخدرات، وضح لي ايه هدفك من كده. خلال ال 24 سنه دول انا عملت حاجه غلط؟ هل اذيت، سرقت، زنيت، عملت حاجه تغضبك؟ ما حصلش. طب ليه انت سمحت ان انا ادخل في تجربه زي كده؟ طب انا هنا موجود ليه؟ سؤال ليه دوت كان بيتكرر جوايا كتير، لغايه ما لقيت الإجابة. ابتديت أحضر جروب غريب جدا، عن بالنسبة لي غريب طبعا، عن عنوانه كان لماذا نحن هنا، إيه هدف إن أنت موجود هنا، ده كان العنوان بتاعه. وأكن ربنا بيرد على السؤال اللي أنا عمال أسأله له خلال ال 28 يوم اللي أنا قاعد مش مقتنع بأي حاجة من اللي أنا بسمعها ولا اللي أنا بعملها. واحدة واحدة ابتديت اخد مشرف خطوات، ابتديت اشتغل خطوات، ابتديت احس او المس في حياتي تغيير، ابتديت احس بسعادة من غير الربع حباية، ابتديت احس ان انا النهاردة بنام واصحى طبيعي من غير ما احس بالذنب، مش مضطر ان انا اعمل حاجة غصب عني، مش مضطر ان انا النهارده في فكره جت في دماغي بتقول لي البس هدومك وروح اشتري مخدرات فامشي وراها. لقيت ان انا مبسوط بنفسي، لقيت ان انا اقل حاجه بعملها في حياتي النهارده جوه المكان العلاجي بتبسطني. شويه ابتديت انزل الشارع اجازه، اشوف الفرحه في عيون والدتي واخواتي وكأنهم بيقولوا الحمد لله على السلامه، بقى انت تعبتنا كتير يعني، انت مينا بتاع زمان، الحمد لله على السلامه، ايوه كده ريح قلبنا. ودي كانت من ضمن الحاجات اللي ساعدتني ان انا اكمل في رحله التعافي بتاعي. اخواتي تعبوا معايا جدا، نادي ومريم يعني لو امتنت لهم من هنا للسنة لغاية ما اموت مش هقدر اوفي لهم حقهم. اكتر ناس جريوا ورايا في مستشفيات وفي الفترة اللي انا كنت رافض اتعالج فيها لغاية ما اقنعوني ولغاية ما رحت اتعالج. خلصت 6 شهور بتوعي، كل تفكيري ان انا هرجع لحياتي تاني،
طيب ولا انا حياتي رايحه على فين. ابتديت ارجع تاني اسال ربنا ليه انا دخلت في التجربه. النهارده ابتديت احس ان انا كويس اهو، ابتديت احس ان انا مبسوط من غير الربع حبايه، ابتديت بعمل كل حاجه في حياتي من غير اي مخدرات. طب الحمد لله. طب انا رايح على فين بقى؟ هل هرجع لشغلي القديم ولا هدور على شغل جديد؟ طب افتح مشروع؟ طب اقعد في البيت؟ طب اعمل ايه؟ ابتديت اصلي كتير قوي في الفتره ديت، ولقيت الاجابه برضك من ربنا في اليوم اللي اتخرجت فيه. كان مدير المكان صاحب المكان في اليوم دوت بيفتح فرع جديد، ولقيته بيندهلي بيبارك لي على التخرج وبيقول لي انا هفتح فرع جديد، ما تيجي تشتغل معايا. رحت فعلا اتطوعت 3 شهور، ابتديت خلال 3 شهور دول اتعلم ان انا يعني ايه اساعد من غير اي مقابل، لان طبعا فتره التطوع ديت بتكون بدون اي مقابل بتاخده مادي، بس المقابل المعنوي كبير جدا. بتتعب بس بتحس بلذه التعب ديت، وانت شايف انك قصرت في حياه حد وان انت قدمت حاجه من اللي اتقدمت لك بنعمه ربنا. طبعا انا مش بشطاره ولا بدراسه ولا باي حاجه وصلت للمكان دوت، هي فرصه ربنا ادهاني. انا حاليا بحلم كفرد ان انا اطور من نفسي، طريقه المساعده اللي انا بقدمها، حياتي الاجتماعيه اطلع بيها خطوه لقدام، حياتي العمليه اطلع بيها خطوه لقدام مع الاستاف والاداره في برنامج مع المستطيع، ان احنا يبقى لينا دور مؤثر في المجتمع، مش بيأثر بس في المدمنين المخدرات، لان الادمان بقى يشمل حاجات كتير قوي. فاحنا بنحلم بدوت، ان احنا دورنا يبقى مؤثر في المجتمع لاكبر جزء ينفع ان احنا نقدم له مساعده. مش مهم بنبتدي ازاي، صحيح العيله والتربيه ليهم تاثير كبير على حياتنا، لكن حتى لو كانت البدايه نتيجتها الطبيعيه فشل، بيفضل كل انسان قادر يمشي في طريق مختلف. وقصه الممثل الامريكي داني تريجو مثال واضح. اتولد داني سنه 1944، والمدينه اللي نشا فيها كانت مقر للعصابات وتجاره المخدرات، لدرجه انه ادمن الكحوليات والمخدرات وهو لسه طفل. اتورط في جرائم سرقه من المحل التجاريه واتقبض عليه اكتر من مره، لكن الشرطه كانت بتسيبه لانه صغير. في شبابه كان شاطر في الملاكمه وكان بيحلم انه يكون بطل رياضي، لكن للاسف لانه اتورط في السرقه وادمان وتجاره المخدرات اتقبض عليه واتسجن لمده 13 سنه. ولان السجون الامريكيه بتدي للسجناء فرصه ممارسه الرياضه، كان في الوقت ده بينمي مهاراته في الملاكمه، وفعلا اصبح بطل ملاكمه في السجون الامريكيه. اتعالج كمان من الادمان واصبح من المشاركين في البرامج العلاجيه، ولما كان بيشرف على علاج احد الممثلين المبتدئين وراح معاه مكان التصوير، طلبوا منه انه يمثل دور سجين، ولما لاحظوا تميزه ابتدى مشواره الفني ومثل ادوار الشر في افلام كتير. وبعد النجاح اللي حققه كممثل بيشارك في حملات توعيه ضد مخاطر الادمان وبيحذر الشباب منها. مشكلة الإدمان مشكلة ليها أبعاد جوه الأسرة، ما بتبقاش خاصة بس بالمريض، يعني هي أي أسرة فيها مريض إدمان فهي الحقيقة كل الأسرة عندها مشكلة في نفس الموضوع. كل الأسرة متوترة، كل الأسرة أنكزايتي، كل الأسرة عندها اكتئاب، مشاكل كتير قوي الحقيقة بتطفو على السطح. يعني حابب بس النهاردة أوضح حاجتين مهمين شوية. فكرة الإدمان هو ليه حاجة علاجها بيتطلب المزيد من الوقت، وليه حاجة علاجها بيتطلب تكاتف الأسرة والمركز العلاجي أو المكان العلاجي اللي بيتابع الحالة. لأن الحقيقة بتبقى عندنا مشكلتين في الموضوع ده. أول مشكلة إن الأسرة أحياناً بشكل كبير جداً بيبقى عندها نوع من أنواع الدينايل أو الإنكار لوجود المشكلة، متخيلين إن هما شوية وقت
والولد هيهدى وهيبقى كويس، طب لما نجوزه هيبقى كويس، طب يمكن لو سفرناه في حتة يبقى كويس، يمكن عشان مش قريب من ربنا فهو مش كويس. الحقيقة الأسرة دايماً غصب عنها تيجي تحبها لابنها بتبقى مش عايزة تشوف إن الولد وحش أو إن الولد عنده مشكلة، بتبقى عايزة تشوف دايماً إن في أي أسباب تانية غير إن الولد نفسه عنده مشكلة. الحقيقة دي أول مشكلة بتواجهنا إحنا، يعني إن إحنا إزاي ندي وعي للأسرة ويبقى عندهم القدرة على فهم المشكلة الحقيقية. لا، الإدمان مشكلة كبيرة والابن هو اللي مسؤول عنها. الابن ده مش سوء سلوك منه، لا ده مرض زيه زي أي مرض في الدنيا، ليه طرق للعلاج ومحتاج وقت للعلاج، ما هوش حاجة في يوم وليلة، لأن في أحياناً الأسرة تقول طب إحنا هنوديه يتخلص من أعراض انسحاب المخدرات وخلاص. الحقيقة أن أعراض انسحاب المخدرات اللي هي بتاخد لها وقت من 7 أيام لعشرة أيام عمرها ما كانت المشكلة، هي دي أبسط درجة في المشكلة أو ده الجزء الأول من العلاج اللي لا يتطلب أي مجهود ولا لا يتطلب أي فكر ولا يمت لوقع المشكلة بصلة. يعني المشكلة الأساسية بعد أعراض الانسحاب اللي هي فكرة تأهيل المريض للعودة للحياة وللاندماج فيها تاني مرة تانية. إزاي النهاردة أشتغل مع المريض جوه المكان العلاجي إن هو يغير أخطاء تفكيره اللي بالجملة. في نقطة ناس كتير ممكن مش عارفاها، يعني المعتقدات المغلوطة أصلاً اللي بتكون مريض إدمان بتبتدي من سن 5 سنين، يعني من سن 5 سنين لسن 15 سنة في معتقدات بتتكون عند الطفل في السن ده. المعتقدات دي مغلوطة وبتبقى جوه دماغه، بتعمل حاجة بنسميها المعتقدات المحورية اللي على أساسها لما بيبتدي يوصل لسن الشباب بيبتدي تبقى اختياراته غلط. ودي حقيقة، دي حقيقة، لأن مفيش حد في سن الشباب ما تعرضش لتجارب غلط، بيبقوا 5 أصحاب بتتعرض قدامهم المخدرات، واحد يقول أنا مش هجرب خالص، واحد يقول هجرب مرة وخلاص، واحد يقول أنا همشي أصلا من المكان اللي هتجربه فيه، واحد يجرب ويعجبه الموضوع ويفضل مكمل فيه. فليه الشخص ده؟ لأن الشخص ده عنده مشكلة. أخطاء التفكير بتاخد وقت علشان تتحل، لأن النهاردة أصعب حاجة في الدنيا محاربة الفكر. الموضوع مش أعراض انسحاب هتطلع من جسمه واستحملها بمسكنات وأنتي ديبريزد والكلام ده، لا خالص. النهاردة عندي فكر مغلوط، الفكر ده علشان يتغير لا، دي حاجة محتاجة وقت، ومحتاجة وقت طويل جدا، محتاجة ورك شوب، محتاجة جروب ثيرابي، محتاجة سايكاتري شاطر جدا، محتاجة سايكولوجي شاطر جدا، محتاجة مدرب أو معالج إدمان يعرف يتعامل مع المريض ويشوف أفكاره ومشاعره وأحاسيسه، هو إزاي بيفكر كده أصلا. السلوك اللي بيظهر من المريض اللي ما بيعجبناش، السلوك ده نتيجة طريقة تفكير، فبيبقى شغلنا الشاغل إزاي نغير طريقة تفكير، وإزاي كمان جوه المكان العلاجي نعمل جروب ثيرابي خاص بموانع الانتكاس، إن إزاي النهاردة المريض يعرف بشكل من الأشكال إن في فخ دايما موجود ممكن يرجع له التعاطي مرة أخرى. لأن النهاردة بنطلب شوية رولز من المريض عن طريق البرامج اللي بيتعالج بيها، سواء البرامج دي CBT اللي هي العلاج السلوكي المعرفي، أو DBT العلاج الجدلي، أو برنامج الـ 12 خطوة اللي أحيانا بنشتغل بيه مع المريض علشان يبتدي يعرف يثق في حد. الكلام ده ما بيبقاش في يوم وليلة، الكلام ده محتاج وقت، محتاج كمان حد يبقى فوكس على المريض 24 ساعة طول الوقت، يبقى شايفه وشايف سلوكه. هل النهاردة هو بيتكلم وخلاص زي ما كان بيتكلم قبل كده؟ هل لسه عنده نفس القدرة على الخداع؟ هل لسه لابس الماسكات اللي كان بيلبسها أيام ما كان بيتعاطى وبيحاول يظهر في كل مجتمع بشكل؟ يعني الحقيقة الحرب الدروس اللي احنا بنواجهها إن إزاي المريض ده يرجع يبقى حقيقي، اللي بيقوله بيعمله واللي بيعمله بيقوله، إزاي يرجع تاني يبقى عنده أمان، إزاي يرجع تاني لما نغير طريقة تفكيره إن هو يعرف يتفاعل تاني مع المجتمع، إزاي يعرف تاني يرجع لحياته الاجتماعية ومهاراته اللي افتقدها بنسبة كبيرة جدا أثناء رحلة التعاطي. المهارات الاجتماعية والبعد عن الناس والبعد عن الأهل والبعد عن الصحاب دي كلها سمات المريض اللي لسه بيعاني. مفيش مريض إدمان لسه بيتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات وتلاقيه شخص اجتماعي، وتلاقيه شخص ناجح في شغله، وتلاقيه شخص ملتزم، وتلاقيه شخص أمين. دي كلها مش موجودة، ودي المهارات اللي لازم يكتسبها تاني، إزاي يرجع تاني يندمج في الحياة. اللي الناس فاكراه ان الاندباج في الحياه ده شيء سهل، لا خالص. المريض ده بتبقى عنده ترسبات، ان المجتمع حاكم عليه، ان الناس مش بتحبه، ان الناس ان هو عنده وصمه عار، ان هو مريض ادمان، ان هو مش عارف ينجح تاني في شغل، ما عندوش ثقه في نفسه تماما تماما.
الحقيقة إن إحنا بنحتاج وقت ومجهود، لأن الثقة بالنفس هي رحلة وهي نتاج تجارب. هو أصلاً لما بيجي لي فقد الثقة بنفسه هو مش في يوم وليلة، يعني نتاج تجارب فاشلة وصلته إن هو ما يثقش في نفسه. فالنهاردة لازم تبقى فيه تجارب ناجحة أثناء رحلة العلاج عشان يرجع تاني يثق بنفسه. اللي نفسي دايماً الأهل تبقى فاهماه إن الموضوع بيحتاج وقت، بيحتاج مجهود، لازم يبقوا مصدر دعم دايما للمريض. ما نحاولش نفكره ان انت كنت عملت وان انت كنت سويت وان انت هتفضل طول عمرك كده، لا، لازم يبقى عندهم نوع من انواع الصبر. زي ما صبروا عليه في فتره ما من حياته لما كان بيتصرف غلط، مطلوب منهم يصبروا شويه وقت مش طويل لغايه لما المريض يخلص علاجه، ويبقوا دايما مصدر دعم وثقه للمريض، ونعرف نحط خطه علاجيه بتعتمد على اسره المريض والمكان اللي بيدير المنظومة العلاجية بشكل أو بآخر، والمريض نفسه هو مثلث علاجي، ما ينفعش طرف من الأطراف دي ما يكونش فاعل جوه المثلث. يمكن نصيحتي بس اللي حابب أوجهها شوية للناس، إن إحنا لازم نشوف إن الموضوع ما بقاش حاجة بسيطة، الموضوع بقى نسبة من عدد السكان. إحنا النهاردة لما نتكلم مصر فيها 100 مليون بني آدم ونسبة الإدمان وصلت 6% و7% و8%، فاحنا بنتكلم في 6 مليون مريض مينيمم خالص. 6 مليون مريض، المريض ده مش عايش لوحده، ده عايش في اسره مكونه على الاقل خالص من 4 افراد. فاحنا بنتكلم ان عندنا ازمه نفسيه بتواجه تلت السكان. الموضوع ما بقاش حاجه بسيطه، الموضوع ظهر على السطح وبقوه، ومحتاج كل اجهزه الدوله والمنظمات الاجتماعيه والإعلام، محتاج كل الناس تتضافر لحل المشكلة دي، أو على الأقل خالص تحجمها بشكل أو بآخر. غير كده الحقيقة هيبقى الموضوع بيتفاقم أكتر. في جزئية معينة بس حابب يعني أفتحها معاكم وندردش فيها، علشان النقطة دي أنا بشوفها بتمثل مشكلة. أحياناً زي أي حاجة في الدنيا، مش كل المرضى قابلين للعلاج بسهولة وبيسر. أحياناً في انواع من المرضى، وده مش بشكل خيالي ولا حاجه، ده نوع البيرسوناليتي اللي عند المريض. يعني المريض البوردر لاين اللي هو بنسميه اضطراب الشخصيه الحديه، ده مريض صعب جدا في علاجه. وارد جدا يبقى عنده مقاومه للتغيير، وارد جدا يرفض العلاج، وارد جدا يستمر في ده لفترات، وجايز بعد كده يستجيب ويحصل بعد كده بعد فتره طويله ريلابس او انتكاسه. انا مش عايز دايما الناس تشوف لما مريض بينتكس او ما بيعرفش يكمل علاجه ان دي نهايه الكون، لا خالص. الادمان زي ما قلنا في الاول هو مرض زيه اي مرض في الدنيا، قابل للانتكاس. احنا احيانا الواحد بيجيله دور برد وياخد دواء، وبعد البرد بشويه لو ما حافظش على نفسه بيرجع تاني ينتكس من دور البرد. الادمان نفس الموضوع، يعني بلاش تشوف ان الشخص ده غير قابل للاصلاح وغير قابل للعلاج. ربنا ما خلقش حد وحش، ربنا ما خلقش حد وحش، هو قابل للعلاج بس محتاج فتره. جايز ينتكس مرة واثنين وثلاثة بس في الآخر هينجح. فكرة الـ 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 اليأس والإحباط اللي يعني قد تنتاب الأسرة، أنا ما بشوفهاش أحسن حاجة الحقيقة. ليه؟ في حالات صعبة؟ في حالات صعبة، في حالات أخذت وقت طويل جدا في الإدمان وخسائرها بالجملة، ففكرة إن هو يرجع للحياة تانية هي فكرة صعبة جدا. في مريض النهاردة أحيانا بيبقى عنده شق نفسي، دخل في ديلوجن سايكوزيس ضلالات نتيجة تعاطي المخدرات بأنواعها، فده بيحتاج وقت أطول. ده وارد جدا. في مريض بيبقى رافض العلاج، طبعا ده شيء طبيعي جدا، زي أي حد في الدنيا ممكن يبقى رافض علاج ضغط، رافض علاج سكر، مش قابل فكرة إنه مريض أصلا ومش عايز يصاحب المشكلة. ده وارد. طب نفقد الأمل؟ لا، مش هنفقد الأمل، هنفضل دايما ورا ابننا، هنفضل دايما معاه، هنفضل دايما مركز دعم. ونحط بس حاجة بسيطة جوه دماغنا، إن ربنا ما خلقش حد وحش بالفطرة خالص. دي مشكلة تعرضنا لها بقى ليها أثار، الأثار دي بشكل أو بآخر ليها علاج، حتى لو ما كانش من أول مرة ولا تاني مرة، ففي وقت من الأوقات هيكون المريض ده قابل للعلاج. وقابلنا حالات زي كده تعرضت للانتكاسات يمكن عشرات المرات، وفي الآخر تعافى وبقى إنسان كويس جدا وناجح. وعلى فكرة كل ما بتكون شراسة المريض ومقاومته للعلاج عالية، كل لما بنوصل لمرحله انه يتعافى ويبقى انسان كويس، بيكون انسان كويس جدا 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 وناجح اكتر من اقرانه. يعني لازم نشوف ان ربنا حتى لما بنزل المشكله بيكون ليها حل، وحلها برضو بيخلي الواحد ينسى اصل المشكله.
فانا عايز ان احنا ما نفقدش الثقه بحد، ما نحكمش على حد ان هو مش هيبقى انسان كويس، مش هيتعالج. ده شيء الحقيقه انا شايفه مرفوض جمله وتفصيلا. هنقف جنبهم، هنحاول معاهم مره واثنين وعشره لغايه لما يبقوا ناضجين وقادرين ينجحوا في حياتهم وقادرين يبقوا متحملين المسؤوليه. وده بيحصل، بيحصل. شفنا حالات كده، شفنا حالات كده على مدار سنين طويله. يمكن انا بقى لي فتره طويله جدا بتعامل في المشكله دي، يمكن اكثر من 15 سنه. فالحقيقه شفنا كل حاجه، والناس في الاخر بتتعافى. بتتعافى الناس اللي بتفقد الامل زي اي حاجه في الدنيا وزي اي مجال في الدنيا. اي حد يفقد الامل اكيد مش هنعرف نساعده. عشان كده بطلب دايما من الاسره ان هي تبقى مصدر دعم، وما تشخصنش المشكله في ابنهم. لا، دي حاله من ضمن حالات كتير جدا موجوده، ما بيبقاش ابنهم بس ولا هو الشخص ده بس. مهما كنت فاكر ان تجربتك وصمه مش ممكن تخليك عارف تعيش حياه طبيعيه، الواقع اللي شفناه بيقول غير كده. اشخاص كتير فكروا زيك، لكن لما نجحوا في انهم يتغلبوا على ضعفهم وعلى سيطرة المخدر عليهم، مش بس قدروا ينقذوا نفسهم، لكن بقى ليهم دور في حياة ناس غيرهم. ولأنهم بيتكلموا بأمثلة حية من حياتهم الشخصية، بيبقى كلامهم مؤثر جداً. يسعدنا استقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم من خلال قسم العلاقات العامة بقناة سي تي في على الأرقام التالية 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv أنا ليا كيان، أنا عندي تموت.